حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة حاء، وحدثني عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم: حدثنا ابان حدثنا قتاده حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم